جبت لكم وصفة اسمها خلطة العروس. الكل يعرف هذه الوصفة، لكن في بعض الآخر ما يعرفوها. كثير من التاجرات يتاجرن بها، لكن البعض الآخر حبيت اليوم أسويها قدامكم. اللي بيستفيد يسويها. معروفة هذه الخلطة بتبييض الجسم، سواء الوجه أو الجسم كامل. ما شاء الله العرايس يوم يسوونها يلق اللق، عشان كي يسموها خلطة العروس. نشوف المكونات، تابعوني. المكونات سهلة وبسيطة: ماي ورد، صابونة دوب نبشرها، حليب مسخن، نسخن الحليب لدرجة الغليان، نشا، والحنة الأبيض. نحط الصابون الدوب اللي بشرناها اول شيء في اي شيء ملة، اي شيء تبي تحطوا فيها. نحط عليه خاشوق من الحنة الابيض، هذا المقدار. نحط عليه خاشوق من النشا، او يمكن يحتاج أكثر من شيء، خاشوقة ونص. حطينا المواد الجافة، الحين نحط الحليب. الحليب لازم يكون ساخن 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 عشان تذوب المحتويات. نقلب، شوفوا كيف ذوب كامل المحتويات. حطينا نشا، حنة أبيض، وصابونة دوب بشرناها. عقب بنحط له ماء الورد. أول شيء نخلط شوية شوية، آخر شيء نحط ماء الورد. لازم الحليب يكون ساخن عشان تذوب المحتويات فعالة. ها يعني لين نحطه يعني يكون كريمي فعالة. فعلا هذه الخلطة فعالة فعالة للتبييض. لما نشوف كل شيء عاد نحط له، مستمرين في الخلط لين ما يشوف انه شو ذاب كاملها، كله جانس مع بعضه. هني عاد نضيف ماي الورد. ورد نخلط بشوفه. خلي ماي الورد يتجانس مع باقي المكونات، ملمسه حلو كريمي وناعم. شوفوا تكون بهالطريقة، شوف تدخن هالطريقة، خلاص الأمور طيبة جدا. عقب ما نجهزها نحطها بعلب، كيفكم تبوا علب هالحجم، حجم اكبر، شيء راجع لكم. وممكن وبامكانكم انكم تحتفظوا فيها وتستخدموها على الاقل مرتين في الاسبوع. كامل جسمكم تنقيه وتخليه بياض الثلج، فعلا بياض بياض هذه الخلطه. والكل يسويها، بنات ما شرط العرايس، كل كن عرايس، سواء عروس مقبلة على الزواج ولا متزوجات ولا بنات، في الكل يحافظ على جماله، يحافظ على بشرته، يحافظ على مظهره الجمال. من ما يحب الجمال؟ فكلنا نسويها، ما تقتصر هذه الخلطة على العرايس فقط، كلكم عرايس. واهتمن بنفسكن، واهتمن ببشرتكن، واهتمن بجمالكن. طريقة الاستخدام: تحط على الوجه أو كامل الجسم من 8 إلى 10 دقائق، ومن بعده نغسل عادي، نغسل وجهنا أو ناخذ شاور، خلاص يروح. ليه ما نسوي المرة اللي بعدها مرتين في الأسبوع؟ مثل ما قلت لكم خلطة نتائجها مبهرة، نتائجها يعني حلوة. وايد بنات يتواصلن معي، يبن خلطة تبييض كامل الجسم، هذا حق الوجه وحق كامل الجسم، مضمونة مضمونة مضمونة. وسوّن كمية واحتفظن فيها بدل عن سوّن كل يوم شوية، ما تختارون.
ها شوفوا كل حد يبقى كل حد جايب عليه بالدور بالدور.